السلام عليكم. مبدئيا انا عاوز اقول بس حاجة بسيطة عشان خاطر يعني ما شاء الله احنا بين عندنا 3000 بني ادم عندنا في اليوتيوب. ده رقم بالنسبة لليوتيوب بيبقى في البداية صعب جدا جدا جدا. فانا حابب اشكر اي حد متابعني وعمل لي سبسكرايب، واللي حتى مش عامل لي سبسكرايب وبيتابعني برضو بحب اشكره من هنا لحد السنه اللي جايه ان شاء الله. اولا سنه سعيده عليكم ان شاء الله، وربنا ربي يحقق كل اي حد عنده اي حلم يحققه له ان شاء الله باذن الله. انا بالنسبه لي ان شاء الله باذن الله السنه الجديده دي هبدا شغل بامر الله هيكون مختلف خالص. يعني اي حد جالي المحل او ما جاش، كل الحاجات اللي كان فيها بعض الحاجات اللي هي مش قويه ان شاء الله هتتفور كلها باذن الله. احنا منتظرين البضاعه جايه باذن الله، جايه من امريكا، حاجات قويه قوي 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 يعني، كله بالتيكت بتاعه بامر الله هنعمل بيهم شغل كويس يعني ان شاء الله. بس كده انا حبيت بس اشكر الناس بصراحه. انا بقيت عندي 3000، يعني انا داخل على 3000 سبسكرايب بصراحه. حابب اشكر اي حد متابعني واي حد بيعمل لي لايك او بيشجعنا على اي حاجه حابب اشكره. وعندي شويه بضاعه كده اللي هم هنطلعهم خلاص. المحير كله ان شاء الله خلاص، يعني مفيش حاجه قاعده، كله هيتباع ان شاء الله. حد هياخدهم كلهم مع بعض وبامر الله عشان نبدا شغل نظيف وجديد باذن الله ان شاء الله. فانا كنت حابب اقول بس للناس كلها، يعني انا متشكر جدا على اي حد بيعمل لنا لايك او عامل سبسكرايب عندنا في القناه، ومبسوط جدا بصراحه ان انا بقى عندي 3000 واحد او داخل على 3000 بني ادم. ده رقم في اليوتيوب مش سهل خالص. وانا عمري ما عملت سبونسر لاي فيديو خالص، عمري ما عملت اعلان، ما دفعتش اعلان ولا مره، ولا للفيسبوك ولا لليوتيوب. فالناس اللي بتتابعنا الناس حقيقيه. انا ممكن في لحظه اعمل اعلان ب 50 جنيه يعني، او ب 100 جنيه او مش عارف بكام، زي ما بيكون الصفحه تبقى فيها ارقام فلكيه. بس انا حابب الناس الفعاله، بس الناس الفاهمه اللي زيكم. متشكر جدا وسنه سعيد عليكم. كل سنه وانتم طيبين اخواتنا الجماعه الاقباط او الجماعه المسيحيين، كل سنه وانتم طيبين. سنة سعيدة علينا ان شاء الله. رب اللي عنده اي حاجة حقها ان شاء الله. انا عن نفسي ان شاء الله السنة الجديدة هبدأ بشغل محترم جدا. بس كده، سلام عليكم.